ده بيتبني بقاله كتير قوي، ومشرف البلد مشرفه جدا، المدينه رائعه، الناس دي كلها بقى موجوده متكاتفه، الدوله كلها متكاتفه ورا ان هي تسوق الجمال ده للعالم كله. انا ما شفتش بقالي كتير قوي كميه ناس بتشتغل مع بعض بقلب بالشكل ده علشان تقوم حاجه محترمه تليق بالبلد. الحفله دي ما اسمها في الاعلام بقالها شويه العالمين اورد، وده كان بالنسبه لي تعريف، فاحنا عايزين نطلع له اسم بقى عشان فاشتغلنا على الموضوع ده فريق العمل وطلعنا باسم جديد. وكان الفكره ان احنا نفكر يا ترى مين اللي يستاهل الاورد في المكان ده وليه، في ايفنت زي ده مين اللي ممكن يستاهل اورده وليه، وازاي نربطه بال 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 بمدينه العالمين الجديد. فلما جينا هنا المدينه، من اكتر المميزات اللي فيها، هي كلها رائعه طبعا، بس من اكبر المميزات اللي فيها ناطحات السحاب. ومن هنا جت الفكره ان احنا هنكرم ناطحات السحاب اللي في مصر، ناطحات السحاب في جميع المجالات، سواء طب ادب، انت عندك في كل حته ناطحات سحاب في اي مجال. فده بس لازم يبقى ناطحات، يبقى وصل لفوق قوي ناطحات سحاب، مش عمر عاديه، هو نجم برضه، بس لا احنا هنكلم. فاحنا الاتفاق هيخلص الاسبوع الجاي، في لسته كبيره جدا، انا مش كنتش متخيل ان احنا عندنا كميه ناطحات سحاب دي. فالاسم بقى عشان احنا بنخاطب العالم كله، الناطحة السحاب يعني سكاي سكريبر، واحنا بنخاطب نجوم، النجوم يعني ستارز، فسمينا الايفنت ستار سكريبر اورد. وده خلاص الاسم بتاع الاوفيشال بتاع الاوردز دي. ومن هنا بقى خلاص عرفنا احنا مين اللي يستاهل يتكرم، وفكر انت بقى يعني قلنا مثلا في الكوره هيبقى مين، اكيد محمد صلاح. في اي حاجه، في اي مجال، لسه ما قررناش مين السنه دي هنكرمه. واكشلي كمان الهدف الاساسي من الفكره ان احنا نشجع الشباب ونوريهم ان هم كمان ممكن سكاي سكريبرز، يعني الموضوع ليه معنى كبير جدا. ازاي هنحتفل بالكلام ده في المهرجان؟ احنا هنكرم مثلا 10 15 حد، ويتخيل اللي بيكرم اصلا مفاجأة، يعني اللي بيكرم واللي هيتكرم مفاجأة. وفي الوسط التكريمات دي في استعراضات كلها سبيشالي ميد للحفلة، وفي آخر الحفل تامر حسني بيعمل لنا شو لمدة ساعة، هيعجب الناس قوي.